الدراري ديال الاتحاد البيضاوي اخويا راه تيفرحونا، احنا راه ولاد الاتحاد البيضاوي، الفرقه ديالنا الام هي الاتحاد البيضاوي، ما كاين لا وداد لا رجاء. احنا من نهار قلنا على راسنا وحنا كنعرفوا الاتحاد البيضاوي، الحي المحمدي منبع الاحرار ومنبع المقاومه، والناس ديال الحي المحمدي كاملين تنحبوا فرقتنا الوحيده هي الاتحاد البيضاوي، شي حاجه اخرى انا ما تنعرفوهاش. وكنبغي نوجه واحد الرساله لشي متطفلين هنا عندنا في الحي المحمدي، راه ما تيعرفوا لا علاقه لهم بالكره ولا علاقه لهم بالحي المحمدي. الحي المحمدي راه عنده رجال ديالو وعنده ناس زوينين كيدافعوا عليه وتيصونوه وتيحفظوه وتيخدموا في الخفاء، وكاينين الناس خدامين في الخفاء ما تيبانوش في الحي المحمدي، حدهم تيبينوا لنا غير المريقيه، تيبينوا لنا شي وحدين هنايا طالعين هنا كتلقاه ماشي ولد الحي المحمدي، وجاي تا هو تيقول لك انا ولد الحي المحمدي. ولاد الحي المحمدي راه باينين اخويا، الا جيتي الحي المحمدي راه هضرتي على الاتحاد البيضاوي، راه انا راه ولد الاتحاد البيضاوي، انا راه لعبت في الاتحاد البيضاوي وباقي صغير، عندي 5 سنين وعندي التصور ديالي، والحمد لله الحي المحمدي راه خرج رجال وخرج المقاومه، احنا راه والدينا من المقاومه، الاب ديالي راه مقاوم، والحي محمد راه كامل عامر بالمقاومه. ها كتشوفوا هنا الزنقه عندنا هنا الحي محمد هنا، انا راه كانوا مثلوا واحد الفيلم من اللور ديال الحصله، هذوك الناس اخويا راه ماشي ولاد الحي محمدي، اللي بغى يعرف حي محمدي يجي لهذا القنت هذا ويجي ونطلعوا ندور معاه دار الامان، ندور معاه راه الحي محمدي ما فيش غير زنقه، راه فيه احياء، راه اكبر حي شعبي واقع للشوف في المغرب.